ممتاز. خليني ارجع على وثيقه على بكركي. دعيت سيد بكركي لمشمل المسيحيين قبل هيدي الخطوه. كانت القوات عامله خطوه استباقيه، كانت القوات مجتمعه مع البطرك، مع سيدنا البطرك، ومقدمه وثيقه وورقه عمل طويله عريضه للنقاش وبنود وما الى ذلك. في اجتماع صار كشف عنه من يعني ويمكن صار من اسبوعين بكركي، ضم يعني في التيار، في القوات، في الكتائب، في تجدد، في اطراف مسيحيه بتمثل اطراف مسيحيه اخرى، ربطا او استكمالا للخطوه اللي عملها المطران ابي نجم بالسابق وعم بيكمل فيها، وهو ايضا مع هذه المجموعه المطرانين. واليوم في لقاء ببكركي بفتكر على الساعة 4 بعد الظهر كمان لا ينحكى أكثر في هذه الوثيقة وتنوضع أسس. شو فيها هالوثيقة؟ فيها موقف موحد من القضايا السياسية والوطنية موقف موحد من القضايا السيادية والوطنية والسياسية والأساسية. يعني فيك تعملوا موقف موحد من هذا الشيء، شيء كتير مهم. ما بنعرف إذا المردة رح تشارك ولا لا، عمليا نقيل نوجه دعوة لا، ما بنعرف إذا رح تبعت حدا. بند الأزمة الرئاسية المتعلق بالأزمة الرئاسية نص على التمسك بعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق ما يتلائم والدستور، وبعيدا عن أي أعراف أو اشتراطات كمثل الحوار قبل الانتخاب. شوفي رح أقلك ليش، رح أقلك بس بالمنطق كيف عم بنفكر أو كيف عم بيفكروا الأشخاص. أول شيء بتعتبر أنه هذا النوع من اللقاءات بيمهد للقاء كبير عم بتعترفوا فيه؟ يعني قلت اللي بدي أقوله، يعني أنا ما بقول أنه اليوم هذا اللقاء كافي، ولكن إذا كان هو لتسهيل الأمور للقاء للقيادات المسيحية اللي هي الزعماء الصف الأول بيكون ممتاز. أنا بقبل أنه يكون اليوم عم نسهل الطريق تنوصل للقاء جامع للكل، وأحسن يكون اللقاء اليوم بهذا الشكل. إذا حدا غيب بركي بنقنع عمرت الجاي أنه يجي وبيشوف أنه ما في شيء محضر ضد حدا، ولكن فقط لأنه يكون في خطاب موحد بشكل منطقي ما يزعج حدا، مش معمول ضد حدا. يعني هذا اللقاء منه ضد فريق لبناني، هذا اللقاء فقط لأنه نقدر نحن نسهل الأمور الداخلية المسيحية بين بعضنا وما نكون مختلفين على الأمور الأساسية. اليوم بتجي بتقولي لي أنه نحن كمسيحيين اليوم إذا هذا اللقاء يعني قديش ممكن يقدم؟ بقلك كتير، يعني مجرد ما نقعد ونحكي ونتفق على أمور أساسية ويصير عنا خطوط عريضة لا يتخطاها أحد منا بيكون هذا إنجاز. بس اللي بيشوف من برا بيقول ليش نسبة خلافاتكم أكبر بكتير من قدرتكم على أنه تطلعوا برأي موحد بنقاط هالقد أساسية. ممتاز، ما لأنه نسبة خلافاتنا كبيرة لازم نلتقى تنحلحل هيدي الخلافات ونلاقي حلول لها. إذا نسبة خلافاتنا وما التقينا بتكبر الخلافات أكتر. لا، لأنه في صار خلاف ولأنه في خلاف على مفاهيم أساسية بدنا نلتقى. التقيتوا بالسابق قبل الانتخابات الماضية وكان هذا اللقاء الرباعي الشهير ويلي اتفقتوا فيه على كل النقاط وانقلبتوا، مش انتوا يعني المجتمعين بعضهم انقلبوا على نلتقى 20 مرة. طالما نحن أحياء وموجودين وعم نشتغل سياسي وعم نختلف بالرأي لازم نضلنا نلتقى كل فترة، أنه إذا التقينا بزمن معين مرة واختلفنا بنعوش نلتقى بحياتنا. يعني ولا جيل الجاي بيلتقى، شو نحن عايشين بزمن بناخد بالطار يعني بنضلنا متذكرين ونحقد مدى الحياة على فريق معين. اليوم ليش عم نقول نحن انه الانتخابات النيابية مكانها بمجلس النواب؟ لانه فيها الاطر الاساسية تبع انتخاب الرئيس موجودة، يعني الدستور بيمشي بالطريق الطبيعي، بنفتح المجلس بنروح بكل ديمقراطية الناس بتنتخب رئيس جمهورية، هي الى اطر طبيعية. اما الامور اللي عم بتصير اليوم يعني اذا بدك الشراكة وما يحدث على الساحة مجددا خاصة بالملف اللي له علاقة بالمكونات اللبنانية، هيدا بده حوار وبده لقاء وبده كل شيء. يعني أفضل يكون الحوار على يعني اللقاء برأيك لازم ينعمل مش على الرئاسي، لازم ينعمل على إلى ما يدور إلى أطورة طبيعية. بالدستور واضح شو لازم نعمل اليوم،
نروح ننتخب رئيس بالشكل الطبيعي بمجلس النواب، هيدي الديمقراطية الطبيعية. نعم. اليوم نجي بنحكي أكثر من هيك، أوسع من هيك، إيه نحن لازم كلياتنا كلبنانيين نتحاور على لوين بدنا ناخذ البلد بالمستقبل، بس مش على انتخاب رئيس، لوين هيدي الشراكة بتستمر بين بعضنا، كيف بدنا عن جد ننسق نعيش كلنا سوا بهذا البلد. ممتاز.